شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حابب بس اوضح جي بي ايه برضو اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت سريعا عشان برضو لو ما كانتش واضحه. انا لو عندي كلاس اسمه امبلوي، تمام، قلنا هيعمل ايه؟ هياخد الامبلوي اول حاجه الجيت عشان اجيب كل الامبلوي. الصوره ديت ممكن توضح لك الدنيا اهو. الميثود جيت باك سلاش، احنا قلنا لو احنا مثلا عندنا هنا كلاس اسمه امبلوي، تمام، وفي الداو عملنا جي بي اي بتاعتنا، تمام، وادينا هنا امبلوي ولونج، تمام، ايا كان، تمام، بياخد الامبلوي اول حاجه هيخليها كلها سمول ويضيف اس في الاخر كده ريد اول امبلوي ورجع ايه. طبعا اساس الكود هتبقى ايه 200 اوكي انه ايه تمام مفيش مشكله، تمام. بعد كده لو عاوز اعمل اد بعمل الميسج بوست باك سلاش امبلويز، تمام، وطبعا ببعت معاها اوبجكت من الايه من الامبلوي بالداتا بتاعته. اول ما هو بيقول لك ايه كرييت نيو امبلوي، تمام، بيرجع لك ايه الساس كود 201 اللي هو ايه كرييتد، تمام. لو عاوز اجيب امبلوي واحد زي ما اتفقنا برضو اسم الكلاس كله لور كيس وفي الاخر اس باك سلاش اي دي كده بيريد سنجل امبلوي وبيرجع لك 200 اوكي الساس كود، تمام. بوت بعمل ايه ابديتد بديل الامبلوي، تمام، والاي دي بتاع الامبلوي وبرضو ببعت معاه اوبجكت من الامبلوي بالداتا الجديده اللي انت عاوز تعمل بيها ابديتد. يعني بديله هنا لو عندي مثلا امبلوي رقم واحد اسمه مثلا احمد عاوز اعمل له ابديت، فبقول له بوت امبلوي الاي دي بتاع احمد ايه واحد، وابعت له الاوبجكت بتاع احمد، تمام، متعدل فيه مثلا اخليه مثلا اسمه محمد مثلا، ابعته له واعمل سبميت وابعت الريكوست يرجع لي 200 اوكي تمام تعمل له ابديت، تمام. سيبك من الباتش دلوقتي مش عاوزينها، تمام، الباتش حاجه زي البوت كده قريبه منها بس سيبها دلوقتي. الديليت بقى الديليت بكل بساطه برضو امبلويز، تمام، وبديله ايه الاي دي بتاع الامبلوي، ما بعتش اوبجكت خالص، بعت بس الاي دي، يعني الاي دي رقم واحد عاوز احذفه، بخلي الميثود ديليت بيديليت ايه الاكزيستنج امبلوي وبرجع لي 200 اوكي. دي اي بي اي بيكريتها مجرد ما اعمل اكستند للجي بي اي. حبيت بس اوضحها، لو في اي حاجه مش مفهومه تواصل معايا، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.